مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليوم الاربعاء 21 اغسطس. الحقيقه النهارده بيسموها الليله الكبيره في صوم العذراء اللي دايما بيبقى مصحوب بنهضه روحيه في معظم الكنائس، وكل يوم صلوات عشيه بزفه رائعه لايقونه العذراء. والحقيقة احنا لما بنقول العذراء افرحي يا مريم احنا اللي بنفرح، والحقيقة انه العذراء بالفعل زي ما بتقول عنها التسبحة: تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، ارسل وحيده اتى وتجسد منك. والعذراء هي فرح الاجيال زي ما بنقول في زوكسولوجية يوم الحد، وبيتم تجميع كل الألحان اللي زي الفرح ولك راشي نيمان ويوم الحد بقى الزوكسولوجية والثيوتوكية بتاعت العذراء، كل الفرح وكل الابتهاج بالسيدة العذراء. كل سنة وحضراتكم طيبين، ما عنديش شك انه الصوم ده هيكون سبب بركة كبيرة للبلد كلها مش بس للكنيسة. وزي ما قلت لحضراتكم احنا بكرة بنرتب لكم مفاجأة لطيفة جدا، مش هقول لكم برضو على تفاصيلها، لكن لازم تتفرجوا على حلقتنا بكرة لانها هتكون حلقة خاصة جدا من اكتر من مكان عن السيدة العذراء، فيها مفاجأة اعلامية لطيفة وان شاء الله تكون حلقة ممتعة. النهاردة هنتكلم مع الأستاذة الدكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب والأوعية الدموية كلية طب جامعة قناة السويس ونقيب أطباء الإسماعيلية، واللي كانت عضو مجلس نواب في الدورة الماضية، عن الطوارئ الصحية اللي بتحدث في الشرق الأوسط، تفشي الأمراض، إجراءات وقائية، الإجراءات اللي بتعملها الدولة، ونشوف بقى موضوع جدري القرود ده، ورغم انه هو ما يخوفش لكن نشوف هيحصل ايه، لانه طبعا انت ما بتقدرش تمنع حد انه هو يجي لك، ولا بتطلب شهادة من اي حد داخل مطاراتك او موانيك انه يكون بيجيب لك مثلا ما يثبت انه هو خالي من هذا الفيروس، هو نفسه ما بيكونش عارف. كمان انت اللي بتقدر عليه هو الحجر الصحي والكشف المبدئي والاجراءات الاحترازية. هنشوف برضو مدى يعني أهمية هذا الموضوع واستعدادات الدولة في هذا الشأن. خلينا نبتدي أخبارنا بالحقيقة امبارح لما كلمنا مع حضراتكم عن توصيات الحوار الوطني بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وخصوصا الحد الأقصى ليه، وقلت لضيفي الكريم على الهاتف انه طبعا الدولة مش بتعوض اللي اتحبس احتياطيا لو طلع بريء. فطبعا انا قلت ده، انا ما عنديش يعني لا ادعي ابدا ان انا بيبقى عندي معلومات سابقة لاي شيء، لكن قلت ده لانه في دول بتعمل كده. النهاردة سيادة الرئيس بيوجه بكده، الرئيس السيسي وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات اللي تم التوافق عليها استجابة لمناقشات هذا الحوار اللي بتتميز بالتعدد وبالتخصص أيضا. ويؤكد الرئيس أن استجابته لتوصيات الحوار نبع من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة هذا الحبس كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. احنا معانا على الهاتف دكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا مساء الخير. استأذنك يا دكتور مجدي، يعني تقول لي
أهم المطالبات وكيف يتحول الحبس الاحتياطي أحيانا إلى عقوبة؟ هل مكان الحبس الاحتياطي ممكن يبقى مع المجرمين مثلا فتبقى عقوبة؟ هل التعسف في مد فترات الحبس دون وجوب حقيقي؟ وعايز أعرف من حضرتك بعد كده بقى إيه البدائل اللي بتبقى موجودة؟ هل بيبقى في تعهد مثلا من المحامي أو صاحب المشكلة إن هو يجي في المكان اللي تقول عليه النيابة الساعة كذا؟ إيه؟ عايز أعرف القصة منك يعني. هو حضرتك يمكن أشرت، عايز تأذن حضرتك بس علي صوتك من فضل. يمكن حضرتك أشرت ووضحت إلى نقاط كثيرة جدا بتخص أو بتخص الحبس الاحتياطي. والحقيقة الحوار الوطني في الفترة الأخيرة من 23 يوليو لغاية دلوقتي كان فيه نوع من الحوار المركز والمكثف، شارك فيه أكثر من 120 متحدث أو محاور بخصوص الحبس الاحتياطي على وجه التحديد. وطبعا كان لازم يوصل مفهوم أن الحبس الاحتياطي ليست عقوبة يعني بتصدر أو ضد إنسان بحكم محكمة، لكن هي إجراء احترازي وإجراء نقول تحفظي وإجراء أيضا وقائي، حتى يعني لو كان بتخصم مدد الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة اللي بتقرها المحكمة. حتى لو كان بتخصم لانه الحياة، ايوه، لانه هو الى الان مش مدان، ده كفايه يعني ان احنا كلمه حبس في حد ذاتها لا يجب ان تنطبق على هذه الحالات. تمام، ممكن نسميه تحفظ على انسان. تمام، بحين الانتهاء من التحقيقات والانتهاء من اصدار حكم عليه. تمام، او يعني علم او العلم بمكان انسان تحفظ عشان خوفا من اللعب التلاعب في الأدلة أو الهروب أو بعض الأشياء الاحتياطية، لكن ليست إدانة تامة لهذا المتهم، بدليل أنه في دول كثيرة جدا إذا ثبت أنه لم يخطئ ولم يكن يعني مرتكب هذا الجرم وهذه الحادثة بيعوض عن الحبس الاحتياطي اللي اتحبس. وده يمكن اللي احنا عرجنا إليه في هذه المرحلة، وده اللي هيتعمل كمان في مصر، وده من مخرجات العشرين اللي طلعوا من الحوار الوطني. ايه شكل التعويض ده؟ يكون تعويض مادي ويتحسب ازاي؟ لا، هي دي الامور تنفيذية بعد كده، هي ده الاشارة اللي اشار بيها سيادة فخامة الرئيس النهاردة للحكومة ان تبدأ باعداد الاجراءات اللازمة والتنفيذية. الو، القوانين اللازمة للأحوال الجنائية أو للحالات الجنائية وللحبس الاحتياطي. فالتنفيذ وإزاي وليه وكده ده كله هيتم، دي تفاصيل هتيجي بعد كده، تفاصيل هتتم في شبه لائحة تنفيذية أو تنفيذ هذه التوصيات وهذه القرارات. إنما القرارات العشرين اللي اتفق عليها في أربع قرارات يعني تم فيها نقاش لكن لم يتفق عليها، لكن الجميع اتفقوا على 20، يمكن أهمهم مدة الحبس الاحتياطي لابد أن تقيد، ما تبقاش مطلقة بحيث ان انا ممكن اقعد سنتين ثلاثة في الحبس الاحتياطي وبعد كده اطلع لم غير مدان، فده طبعا كلام صعب جدا. القضية الثانية هي التعويض، اذا ثبت ان انا لست متهما او انه اذا ثبت براءة المتحفظ عليه، بلاش انا دايما ما بقولش المحبوس، بقول المتحفظ عليه. تمام، اذا ثبت براءته فلابد ان يعوض. ايضا استخدام البدائل، يعني من الممكن جدا جدا بدل الحبس الاحتياطي او التحفظ عليه من الممكن تحديد اقامته في منزله كبديل، من الممكن ان يذهب الى قسم الشرطه او اقرب قسم شرطه اليه في ساعه معينه من اليوم، ده بديل. في كمان بدائل دلوقتي بتتحط زي اسوره الكترونيه بتتحط في ايد المتحفظ عليه بحيث اعرف مكانه راح فين وجه منين وابقى مستدل على وجوده في اي مكان في اي لحظه. يعني في وسائل. طيب كيف يتحول النهارده من ضمن توصيات السيد الرئيس انه لا يجب انه هذا الحجز الاحتياطي يتحول الى عقوبه؟ فازاي بقى حضرتك ما قلتليش هو يعني بما يضمن او يضمن هذا اللفظ ايضا انه الحبس في السجن، يعني انا اذا تم الحكم عليا بسجن سنتين خلاف الحبس. الحبس ده يعني مفروض ان هو بيبقى نوع من السجن المخفف جدا، انما احنا كمان لا نصل الى مرحله الحبس، احنا بنصل لمرحله التحفظ. ومن ثم المعامله بتاعه المتحفظ عليه
طريقة التعامل معاه، طريقة الـ كل شيء بالنسبة له بيبقى المكان أكيد اللي هيحتجز فيه المكان، ما هو يعني لا يجب أن يكون مع مجرمين مثلا طبعا، لا لا، البيئة اللي هيبقى موجود فيها، الطريقة التعامل فيها، ده ليس متهم، هو بريء إلى أن تثبت إدانته، هو بريء إلى أن تثبت، فإذا لابد أن يعامل على أنه بريء لكن متحفظ عليه، فمكان وجوده لابد أن يكون مختلف، التعامل معه لابد أن يكون مختلف. صحيح. الإشارة إليه كأنه متهم ليس لا يجب إطلاقا لأنه لم يثبت عليه الاتهام، السماح له برؤية أهله والمحامي بتاعه بشكل دائم، وكل هذه الأمور لابد أن تراعى، لأنه هو زي ما قلنا هو متحفظ عليه لحين البت في أمره. أشكرك يا فندم جدا لهذا التوضيح. شكرا جزيلا. شكرا جزيل الشكر دكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر. والحقيقة كل ما من شأنه في استراتيجية بناء حقوق الإنسان أنه يشعر المواطن المصري أنه محترم ومقدر ويعامل بكل ما يجب أن يعامل به من كرامة إنسانية، إحنا معاه ومعاه يعني لآخر المطاف. وأنا كلمت حضراتكم قبل كده كتير على يعني الإعلام وكيف تطور في هذا الأمر، والمراكز التأهيل والتطور الطفري اللي حصل فيها وغيره وغيره وغيره. فإحنا عاوزين فعلا أنه التوصيات دي، أنا بسعد جدا الحقيقة من السيد الرئيس لما بيحول مباشرة، يعني زي ما تكون بس محطة كده، وهو له الحق أنه هو يرفض، وله الحق أنه هو يغير، وله الحق أنه هو يشرف، وله الحق أنه هو يناقش، وله الحق أنه هو يأخر، ولا حاجة من ده بتحصل. بيودي على طول اول ما يعني التوصيات طلعت امبارح، راحت للسيد الرئيس النهارده امر بتحويلها للحكومه لاتخاذ اللازم، بل بالعكس بقى بتبقى دايما مصحوب هذا التحويل، بيبقى دايما مصحوب بتوجيهات من الرئيس بالتنفيذ وضروره انه يحصل المخرج اللي اتفق عليه اعضاء الحوار الوطني. النهارده كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد اداء اليمين القانونيه للسيد المستشار عبد الرازق محمود شعيب رئيسا لهيئه قضايا الدوله، ومنح وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى للسيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس الهيئه السابق، واشاد الرئيس بالجهود المقدره اللي بتقوم بها هيئه قضايا الدوله في خلال استضافات سيادته للمستشار عبد الرازق محمود شعيب والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، وقال ان هيئه قضايا الدوله هيئه عريقه في الدفاع عن حقوق الدوله والحفاظ على المال العام. ايضا تابع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده عمل الحكومه وبرامج هذا العمل في قطاع الزراعه والمياه، واهم الحقيقه ما جاء على لسان الرئيس انه يوجه بحدوث طفره أفقية ورأسية في الإنتاج الزراعي. ده كان في اجتماع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الري ووزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الاجتماع تناول برامج عمل الحكومة في قطاع الزراعة والمياه وسبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، من بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بكل أنحاء الجمهورية. وجه الرئيس بتوفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الزراعة ما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي. طبعا التوسع الأفقي إن احنا نزرع فدادين أكتر، التوسع الرأسي إن إنتاجية الفدان يعني بدل ما هو كان بيجيب كذا مثلا طن محصول هيجيب ضعف هذا الرقم، فكأنك انت بتحافظ على المساحة وبتتوسع ايه رأسيا، ان انت بتخلي الانتاج ضعف الانتاج السابق. هنشوف تقرير رئاسة الجمهورية ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل من خلال تفعيل مكونات التصنيع والتوزيع والتسويق والتصدير والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية. وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن قطاع الزراعة يمثل عصبا أساسيا لجهود التنمية سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني. من المؤلم جداً أنه يبقى عندنا عدد كبير من الإصابات أو لا قدر الله الوفيات من حوادث الطرق. وزارة الصحة أعلنت النهاردة إصابة 24 شخص على أثر حادث تصادم عدد من السيارات صباح اليوم في محيط ميدان الرماية بالهرم بمحافظة الجيزة. الوزارة أكدت أنه ما فيش وفيات وأشارت لتقديم الخدمة الإسعافية لـ 11 مصاب في موقع الحادث ونقل 2 لمستشفى الهرم و 11 آخرين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، والكل يتلقى رعاية طبية لازمة. كمان حادث تاني قبل ما أخد مداخلات على هذا الأمر، حادث تاني شغل الرأي العام بشدة خلال الفترة القريبة الساعات الماضية وهو حادث يخص الفنان الكبير محمد فؤاد في مستشفى من مستشفيات جامعة عين شمس. جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين أصدرت بيان أكدت فيه إدانتها القاطعة لأي اعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، وأكدت احترامها الكامل للقانون وثقتها في قضاء مصر العادل. البيان بيقول أن مستشفى عين شمس التخصصي استقبل الساعة 5 من صباح الثلاث 20 أغسطس المريض عبد العزيز فؤاد في قسم الطوارئ، وأثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب حضر شقيق المريض الفنان محمد فؤاد برفقة عدد من الأشخاص قاموا بتهديد الطبيب المسؤول الدكتور مصطفى أيمن محمد مدرس مساعد للقلب في مستشفى عين شمس التخصصي جامعة عين شمس التخصصي، وتم التطاول عليه بالسب والقصف بألفاظ نابية، كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ، وتم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات المراقبة. أشارت المستشفى في بيانها أو الجامعة بقى اللي هي المستشفى من مؤسساتها أصلاً أنه تمت إحالة الواقعة
للنيابة. عن الحادثين معا أنا معايا أستاذ طه هشام الصحفي المتخصص في أخبار الحوادث. مساء الخير يا أستاذ طه. مساء الخير يا فندم وعلى حضرتك وكل السادة المشاهدين. خلينا نتكلم الأول عن الحادثة بتاعت التصادم، إيه اللي حصل بالظبط؟ هي طبعا حادثة مروعة. مصر النهاردة استيقظت على حادث تصادم 36 عربية دفعة واحدة فوق الطريق الدائري، تحديدا في منطقة القوس الغربي في الاتجاه القادم من اكتوبر اتجاه نزلة الرماية. الحادث كان في حوالي الساعة الخامسة صباح اليوم او الخامسة فجرا. ده ثانية واحدة، ده في الجزء اللي هو كنا بنضطر نلف فيه كده علشان الحتة بسبب المتحف الكبير مقفولة، ولا فين بالظبط؟ قريب جدا من نزلة الرماية. هي المنطقة هناك منطقة ضيقة للأسف، يعني ما تستحملش ان عربيات النقل تجري فيها بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. عربية تريلا هي اللي تسببت في كلها في الكارثة دي كلها. سواء جاي بسرعة بعربية تريلا دخل في 10 عربيات كانوا قدامه في منطقة ضيقة، يعتبر منطقة ضيقة. المهم وقفت حركة المرور، تهشمت العربيات الأولى. يا أستاذ طه العربيات انا شايف اهو الصور، العربيات اتعجنت وفي عربيه تحت التريلا تماما لفه كامله كده كانها ماشيه الناحيه الثانيه. هي للاسف مش تريلا واحده، دول ثلاث تريلات دخلوا في العربيات. يعني هو الحادث حادث مركب كان على مرتين في نفس المكان. الاول عربيه تريلا اصطدمت بعشر عربيات قدامها عربيات ملاكي هشمتهم. طبعا رجال المرور حضروا وقفوا حركه السير بالطريق. كانت بتصطف حوالي 24 عربية تاني ورا ال 11 عربية الأولانيين اللي هم العشرة اللي تهشموا بالإضافة للتريلا. جات عربيتين نقل برضو تريلا جايين بسرعة برضو في هذه المنطقة، فراحوا دخلوا في ال 24 عربية التانيين. يعني ما كانش في أي وسيلة ننبه اللي جاي إنه ما يزود لناش المصيبة اللي هنا؟ هو للأسف كانت الدنيا ظلام طبعا بالساعة 5 الفجر. المفروض انه دي منطقة ما بيكونش فيها سرعة عالية، يعني حتى السواقين نفسهم سواقين التريلات. لا معلش يا أستاذي، بس السرعة شيء، السرعة شيء والتوقف شيء تاني. يعني أنا جاي والدنيا ضباب زي ما حضرتك تفضلت، هشوف منين؟ ده لازم أطلع قوة من المرور فورا، تعمل مثلا كيلو متر وتوقف العربيات، تشاور بلمط، تشاور بعصيان عشان توقف العربيات. اللي ما توقفش تمشي 100 متر زياده 200 متر زياده، مش تلبس في ال 24 اللي جايين. الحقيقه كان في قوه امنيه واقفه بتحاول تنظم، لكن العربيات جايه بسرعه في الوقت ده ما بيكونش في ضغط عربيات كبير، فالضغط عربيات كبير، فالعربيات اللي جايه سواقين التريلات للاسف اغلبهم بيكون مش مركز اساسا في الطريق، هو عاوز يلحق يجري بالعربيه بتاعته زي ما حضرتك بتشوف كده على الطريق الدائري. للأسف نتيجة الحادث 36 عربية تم تهشيمهم بالكامل، منهم أسرة يمكن اتكتب لها النجاة لولا العناية الإلهية. يعني في عربية تريلا طلعت فوق عربية ملاكي فيها. ايوه شفنا الصورة دلوقتي، هي دي اللي كانت لفت اتعجنت واتطحنت اهي قدامنا، اهي العربية البيضة الصغيرة دي تماما، لكن من وهبت له الحياة لا تقتله الشدائد. يعني لكن فندم ازاي مفيش ولا متوفى واحد في كل الكارثه دي؟ هو سبحان الله، ما بقول لحضرتك من وهبت له الحياه لا تقتله الشدائد، مفيش غير حاله واحده خطيره من جمله الاصابات. يعني حتى ال 24 حاله اللي اعلنت عنهم وزاره الصحه منهم يا دوبك 11 واحد اللي اتنقلوا للمستشفيات، الباقي ال 13 الباقيين اتعالجوا في مكان الحادث. حتى اللي اتنقلوا للمستشفيات ما فيهمش غير حاله واحده خطيره كان مصاب بنزيف وكسر في الحوض، والباقي كسور وكدمات، يعني مش حالات خطره خالص. يمكن بدا منهم ناس برضه يخرجوا من المستشفى، يمكن ربنا اراد انه يهون المصيبه دي انها يكون كل كوارثها، يعني اغلب خسائرها خسائر ماديه. طبعا حضرتك عارف انه برضه في عربيات كتير ميكروباص، في عربيات كتير يعني طبقه كادحه او طبقه شقيانه اللي شغال او جايب عربيه بالتقسيط اللي شغال، بس في الاخر برضو احنا بنلوم السواقين اللي تسببوا في هذه. لا انا كمان اسمح لي، انا بلوم كمان اللي ما تدخلش بالفكره اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها، ده مش اختراع، ده موضوع في منتهى التفاهه. انا واقف باخد بالي وبشوف بقى الاسعاف والحاجات ديت، لازم ابعت ناس على بعد كيلو متر
يوقفوا العربيات بأي طريقة. أمال إيه الكارثة دي؟ للأسف برضه فندم الحادث كان متتابع في وقت زمني قصير، يعني ممكن التحقيقات هتبين أكيد. يعني ما لحقوش أصلا يعملوا حاجة. الحادث كان في يعني في دقايق معدودة. حاجة صعبة قوي. طيب ربنا يرحمنا ويشفي الباقيين ويعوض الخسائر الرهيبة دي. برضو بنشير انه الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السواقين الثلاثة اللي تسببوا في هذه الكارثة الكبيرة. طبعا. طيب خليني اروح معاك للحادثة التانية بقى بتاعت مستشفى جامعة عين شمس. ايه اللي حصل بقى في القصة الاخرى دي؟ انا شفت واحد شاهد عيان قال ان الطبيب ما ردش السلام وبص لهم من فوق لتحت وما جاوبش على السؤال، وان هو يعني هو السبب يعني، وفي الاخر قال حد طلعوا الجدع ده بره على الاستاذ محمد فؤاد. بينما جامعة عين شمس بتؤكد انه لا، ده هو الطبيب هو اللي تم الاعتداء عليه. وشاهد العيان قال ان الطبيب هو اللي خرج اعتدى بالضرب على المجموعة اللي مع الأستاذ محمد فؤاد. الجامعة بتقول عكس كده تماما، والكاميرات موجودة. وأنا مندهش برضو مين اللي بيسرب مقاطع الكاميرات للصحافة، لأن ده خطر وغلط. هو للأسف يعني الواقع واقعة مؤسفة بين فنان كبير ليه تاريخ وليه قامته، وبين طبيب على أعلى الدرجات العلمية، لما نشوفهم بيشتبكوا في هذا المشهد المؤسف. إذا كان دول اتنين بينتموا لأعرق المهن أو المهن المفروض تكون قدوة لغيرهم، نشوفهم بيتعاركوا بهذا الشكل المؤسف. طبيعي في الوقائع دي كله بيتبادل الاتهامات، كله بيصطف جنب اللي يعرفه. للأسف كلنا شفنا امبارح تحريات رجال الشرطة بتقول إنه الفنان محمد فؤاد كان برفقة أخوه عبد العزيز. أخوه كان داخل تعبان عشان يعمل دعامة، كان بيعاني من آلام والتهابات في القلب، وكان داخل يعمل دعامة. محمد فؤاد ما كانش متواجد في من بداية دخول شقيقه، لأنه شقيقه راح قبله هو وزوجته وابنه. زوجة شقيقه اتصلت بيه وقالت له تعالى أخوك تعبان وإحنا في المستشفى، هي وشقيقه. فالمهم راح لهم عشان يطمن على 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 أخوه. للأسف وقع الاشتباك اللي احنا شفناه بينه وبين الطبيب. محمد فؤاد بيقول انه الطبيب عامله معاملة سيئة، زي ما حضرتك قلت كده نفس الأقوال اللي قالها الشاهد. الطبيب بينفي تماما ده كله، وبيقول ان انا بالعكس ده انا قمت دخلت مرتين للاستشارة عشان خاطر نخلص الإجراءات بتاعت أخو محمد فؤاد. ده جايب شهود وده جايب شهود، ده شهود هنا بيأكدوا رواية محمد فؤاد، وفي هنا شهود بيأكدوا رواية الطبيب. طبعا احنا ننتظر كلنا تحريات الأجهزة الأمنية والمقاطع اللي تم تصويرها. حضرتك برضو أثرت نقطة لتصوير المقاطع، يعني من خلال مصدر أكد لي أنه المقطع اللي تم تسريبه ده تم تصويره عن طريق ممرضة هي اللي قامت بتصوير هذا. لا لا لا، ده مش موبايل، ده كاميرا. نعم. مراقبة باين قوي انه متصور من فوق، وان الالوان ابيض واسود. في يا فندم عدة مقاطع، في فيديو تمت اول فيديو خرج ليه الحادثة ما كانش عن طريق كاميرا المراقبة. لا انا بسأل حضرتك لما كنت بقول مين اللي بيسمح بتسريب ده، انا بتكلم على كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة دي لازم يتم التحفظ عليها، علشان احنا كده بهدلنا الشخصيتين، وخلينا زي ما حضرتك تفضلت كده بقى شكل الأطباء وشكل الفنانين. لو كان ده تم التحفظ عليه لغاية لما تخرج التحقيقات بقى بنتائج. إنما أنت عارف، أنا مثلا فيديو من ضمن الفيديوهات، مش عارف حضرتك شفته ولا لأ، واحد في موقع من المواقع الإخبارية ولها كل الاحترام جايب الفيديو وهو عمال يقول بقى، وعمال يقول هو أصلا مش عارف يقول، وعمال يدين. طب أنت مين عشان تدين وأنت أصلا يعني لا انت قاضي ولا انت حضرت الوقعة، والفيديو شغال وخلاص وهو عمال يقول بقى اللي هو عايز يقوله. طبعا ده مش صح. اكيد طبعا اكيد مش صحيح. وانا زي ما قلت لحضرتك كده، احيانا المسألة بيحكمها الاهواء الشخصية. انا بحب الفنان فلان فباجي في صفه، احيانا بحب الطبيب فلان فباجي في صفه. طبعا كلنا مستنيين تحيات النيابة. النهاردة كان في تحيات مكثفة في الوقعة، تم الاستماع للطبيب بالأمس، والنهارده تم استدعاء شقيق محمد فؤاد اللي كان معاه شقيقه الثاني،
وتم استدعاء مدير اعماله اللي كان موجود برضه معاه في الـ في الـ في الواقعه. الاثنين ادلوا باقوالهم طبعا النهارده، واكدوا على روايه محمد فؤاد ان هو اللي تم الاعتداء عليه عن طريق الطبيب، وان الطبيب هو اللي ضربه كمان بالشلوت في بطنه. بس في تطور حصل من شويه يمكن وحضرتك على الهوا، إنه محمد فؤاد عرض الصلح على الطبيب، وأكد إنه الطبيب ده زي أخو صغير وزي ابنه، وإنه بيكن احترام لمهنة الطب والأطباء، وإنه المشاجرة دي قد تسببت إنه يعني يتم إنقاذ شقيقه، لأنه تم توجهه بيه على طول على مستشفى تانية وتم إنقاذ حياته. ده حسب أقوال الفنان. أنا بشكرك جدا يا أستاذ طه، وأتمنى إن الموضوع ده يعدي على خير. أستاذ طه هشام الصحفي المتخصص في أخبار الحوادث، شكرا جزيلا. معايا ايضا للتعليق على واقعة المستشفى دي دكتور خالد امين، الامين العام المساعد لنقابة الاطباء. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. يعني احنا بنقول انه قانون المهن الطبية اللي هيوقف لنا الهرتلة اللي بتحصل دي يعني متأخر بدون اي مبرر منطقي بقاله سنين طويلة جدا، يعني مش كده ولا رأيك ايه؟ من مارس 2015 واحنا حطينا القانون، اول مقترح للقانون ده في لجنه المقترحات شكلت مجلس النواب، لغايه دلوقتي القانون لم يخرج بره اللجان ولم يعرض الجلسه العامه ولم نتفق على صيغه معينه يمكن طرحها في البرلمان. طبعا لم يخرج النور. الشيء المهم اللي انا بقول لحضرتك عليه، احنا دلوقتي في نسخه بنشتغل عليها، وكان مع سياده النقيب امبارح في اجتماع باحدى المؤسسات السياديه اللي المفروض ان هي مشرفه على صياغه هذا المشروع، واتحطت بنود بتجرم وبتنفذ عقوبات معينه في حالات الاعتداءات، حتى الاعتداءات اللفظيه او التهديد او الارهاب او اي شيء من شانه ان هو يعطل تقديم الخدمه الطبيه، وخاصه في الاقسام المهمه وذات الطبيعه الخاصه زي اقسام الطوارئ. وده اللي بينطبق بكافه اوصافه على الحادثه اللي حصلت امبارح. فيها شخص مش مريض، الأستاذ محمد فؤاد مش مريض، دخل المستشفى بدون ما يكون في داعي لدخوله هو شخصيا، تمام، وتعدى على الطبيب باللفظ، تعدى عليه بالقصف بقى بان هو قليل الادب وقليل الذوق وان هو كذا، ارهبه بشكل كبير جدا في اوقات كتير لما بيقول له انت ما تعرفش انا مين، محمد فؤاد واقف قدامك، حاجات بالشكل ده. وطبعا صور الدكتور، صور المرضى، صور الاقسام الداخليه اللي ممكن تكون فيها عوره مريض مكشوفه، واقتحم خصوصيات المرضى، واحدث حاله من الهرج والمرض في قسم الطوارئ، وعطل تقديم الخدمه الطبيه حتى لاخوه هو شخصيا، عطل تقديم الخدمه الطبيه للمرضى بالقسم الطوارئ بمستشفى عين شمس. وحضرتك بتؤكد ان ده اللي حصل؟ وحضرتك يعني اللي حصل والموثق بالفيديوهات اللي صورها الاستاذ محمد فؤاد شخصيا، يعني فيديوهات اتصورت بموبايل الاستاذ محمد فؤاد واترفعت من ناس من ذوي قرايب الاستاذ محمد فؤاد او اصحابه الاستاذ محمد فؤاد، دي اللي بتوثق الحاجات اللي انا بحكيها لحضرتك دي كلها الحقيقه. يعني هو استاذ محمد بتليفونه صور نفسه وهو بيقول الالفاظ دي، صور نفسه الفيديو، صور نفسه وهو بيقول ده طبيب قليل الادب، وحط الموبايل يصور فيها الطبيب، وصور سراير المرضى، وصور المرضى، والفيديو ده موجود على موبايل الاستاذ. طب هو ده يعني ليه حضرتك ما فكرتش ان ده من قبيل رد الفعل؟ رد الفعل على ايه؟ لم يجد حتى هذه اللحظه على لسان اي حد، ولا حتى حد الناس اللي موجوده في المكان، ان الطبيب تعدى عليه باي لفظ، ولا تعدى عليه بالقصف، ولا تعدى عليه باي حاجه خالص. احنا لما بندرس حقوق المريض في المستشفيات بنقول حقوق المريض على الطبيب وحقوق الطبيب ناحيه المريض، ما بنقولش خالص حقوق اخو المريض على الطبيب. في لغمه دلوقتي طلعت في الاعلام ان الطبيب كان لازم يحتويه وكان لازم يستوعبه، لا الطبيب مش كانش لازم خالص ان هو يعمل كده، الطبيب لازم ان هو يؤدي عمله تجاه المريض، لازم ينقذ حياه المريض ده، لازم ان هو يبذل اقصى عنايه للمريض دوت، ويتجنب اي حاجه قد تعطله عن تقديم الخدمه. ما ورد من حكايه القصه ان الطبيب قال له اطلع بره عشان خاطر ان هو يؤدي خدمته الطبيه ناحيه المريض اللي هو كان شغال معاه بقاله دقائق من قبل الاستاذ محمد ما يجي، عمل له الاجراءات بتاعته الورقيه، كشف عليه، عمل له رسم القلب، وخد وكان بيتواصل مع الاستشاري عشان خاطر ياخد الاجراء التدخلي اللي هيحصل معاه.
انا كنت حتى لسه من شويه في مداخله في احدى القنوات وكان معايا المتحدث القانوني باسم نقابه المهن الموسيقيه، وانا سالته مباشره هل عندك اي مخالفات قانونيه قام بها الطبيب ناحيه المريض او ناحيه اخو المريض الاستاذ محمد فؤاد؟ قال لي لا، ده موجود في فيديو لسه حصل من شويه. فاي روايات اخرى تصدر عن الناس ثانية الحقيقة بتحاول تديني للطبيب الحقيقة هي يعني مش حقيقية. المفروض الأول كلنا نتفق على إن اللي حصل في الفيديو ده والاعتداء اللي حصل دوت مخالف للقانون ومخالف لأهم مبادئ الإنسانية، في إنك توفر تحافظ على خصوصية المرضى وتوفر جو عام نقدر إن إحنا كدكاترة ندي الخدمة فيه. وبعد كده نتكلم بقى الدكتور كان لازم يحتوي، الدكتور كان لازم لا ما فيش حاجه اسمها لازم يحتوي، في حاجه دي قصه بره القانون. على العموم انا بشكر وجودك معايا جدا دكتور خالد امين، الامين العام المساعد لنقابه الاطباء. وعندي تعليق الحقيقه قبل ما اخرج لفاصل، عايز اقول انه احنا برضو يعني انا بتاسف وانا بقول كده، بس دي حقيقه ان الفنان من كتر ما بيقابل باحترام احيانا مبالغ فيه واحيانا بيبقى صادق من خلال حب الناس، إذا عومل معاملة عادية فير بيشعر إن ده فيه انتقاص شوية من مكانته. إنه إزاي؟ طبعًا الكلام اللي اتكتب عن أنت بتعرفش أنا مين جملة عادية جدًا ممكن أي حد يقولها، مش مالهاش علاقة لا بفنان ولا مش بقى. أنا على فكرة بالمناسبة لا بدافع ولا بأجج، لكن يعني هي الفكرة إنه مش مطلوب من الطبيب بالاحتواء ولا مش الاحتواء، بس هو بيتوقع دايمًا الفنان ان هو بيعامل معاملة مختلفة، وان هو ما بينتظر شيء، وان هو على اساس هو قدم كتير، يعني هو قدم كتير للبلد فبيعتبر ده نوع من انواع رد الفعل. لكن طبعا ده لا يبيح له ابدا ان هو لا يعتدي، ولا بالعكس ده بيلزمه اكتر بما انه public figure وان هو celebrity وان هو شخصية معروفة ورمز، بيلزمه ان هو ياخد باله من تصرفاته وانه يمسك نفسه وان هو يبقى اخر واحد يعمل رد فعل لو هذا رد الفعل خاطئ. ومحمد معروف ان هو انسان طيب جدا، وان يمكن دايما مشكلته اللي في قلبه على لسانه، وان هو ممكن يكون ما استحملش ان اخوه تعبان مثلا وفي حاسس انه بيحصل مشكله. لكن انا سعدت جدا بالتطور اللي حصل اثناء ما احنا مع حضراتكم على الهوا، وهو فكره عرض محمد فؤاد التصالح على الطبيب، وان هو يعني قال ان هو مش مفيش حاجه جواه تجاهه او كده، حتى لو كان اللي هيقول انه عشان الموضوع كان هيبقى ضده قضائيا او كده، في الاخر انهاء هذا الموضوع بشكل صلح ده شيء محترم. الحاجه بقى اللي عايز اقولها، طلعوا لنا قانون المهن الطبيه، وانتوا عارفين انا بكلم مين ومين اللي معطل القانون ده. بقالنا دلوقتي القانون ده بنتكلم في أكتر من 19 سنين بنتكلم فيه، وبالذات لما القضية بتيجي جنب فنان بتبقى مشكلة. ليه؟ لأن الفنان مشهور. لما سعاد نصر تموت علشان ما تعمل لهاش اختبار حساسية قبل ما تاخد حقن التخدير، الدنيا هاصت وما قعدتش، وغيرها وغيرها وغيرها، مشاكل كتيرة جدا واتهامات للأطباء بالتقصير. القانون ده خلاص أنهى هذه القصص في السعودية وفي الإمارات وفي دول عربية كتير. خلاص بتتشكل لجنة من أساتذة الجامعة بتعمل دراسة، بتشوف كاميرات، بتشوف تقارير طبية، بتقدر تحدد من العملية أو من الإجراء اللي مكتوب في ورقة اللي بيكتب فيها الطبيب هنعمل كذا، هناخد دواء كذا، هناخد جلسة كذا، تشوف الإجراء ده خاطئ ولا سليم. احنا كده بنحمي الأطباء، بدل ما احنا بنرجع نقول أصل بيحصل اعتداء على الأطباء وهيشتغلوا ازاي وبيهربوا وهيسيبونا ويمشوا علشان لا بنديهم فلوس كفاية ولا احنا بنأمنهم تأمين كويس. التأمين الحقيقي هو القانون. يلا تفضل نخرج الفاصل ونرجع نقول المتبقي من أخبارنا. اهلا بحضراتكم معانا مره تانية. نكمل ما تبقى لنا من اخبار. الجيش الاسرائيلي بيدعو اليوم سكان مناطق دير البلح، بعض مناطق في منطقه دير البلح، لاخلائها
وقال أنه سيعمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة، وأشار إلى أن المناطق المذكورة تعتبر منطقة قتال خطير. وبعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة صدر بيان عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قال أن الجيش الإسرائيلي يمعن بشكل مقصود في خنق 1.7 مليون مدني فلسطيني، وحشرهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز عشر مساحة قطاع غزة. مش هتكلم كتير في هذا الأمر لأن تداعياته السخيفة يوميا واستباقيا وخروج على كل الأعراف والتقاليد الدولية. وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلت عن مصدر أمني إيراني النهاردة أنه انتهى التحقيق في سقوط طائرة إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق اللي أدى لوفاته ونائبه، وأنه لا توجد أي شبهات جنائية، وأنه هذا الأمر يعزى فقط إلى الأحوال الجوية. خلوني أخذ مداخلة الأستاذ ناصر السلموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية. مساء الخير يا فندم. أهلا مساء النور. يعني التحقيقات تعتبر انتهت بسرعة شوية غريبة، يعني أعرف تعليقك على الموضوع ده. وحضرتك لو نظرنا للموضوع بعين مختلفة عن بعض الأشخاص وبعض العيادات، نجد أن هو في شك أو في ريبة كيف رئيس دولة بحجم إيران تسقط طائرته وهو فقط الطائرة الخاصة به والطائرة الأخرى لا تسقط. الشيء الآخر الفترة التي تم العثور عليه، ثم بعد ذلك الموضوع تقصد انها كانت فترة مش قصيرة يعني حتى يصل اليه. وفي نفس الوقت من المستفيد من وفاته؟ نجد المستفيد من وفاته عدة جهات كثيرة جدا جدا. ولو ربطت حضرتك ما بين وفاة الرئيس الإيراني ومسؤول حركة حماس، سوف تجد هناك علاقة تربط بين الاثنين على أرض إيران. هم لم يستطيعوا توفير الحماية لرئيسهم، وفي نفس الوقت لم يستطيعوا توفير الحماية لرئيس حركة حماس. هل الموضوع خاص بأمور طبيعية أم هناك مؤامرة على إيران أو على فلسطين؟ الوضع ما زال غامض. هو يعني اللي مش غامض انه يعني اسرائيل بتعرف توصل لجوه ايران، ده اللي مش غامض. لا، غامض بالنسبة لتفكيرنا كعرب، ولكن اسرائيل هي قالتها صراحة يستطيع ان يصل الى ما لم يتخيله انسان. والدليل على ذلك أن إيران حتى الآن لم تستطع أن تقوم بأي رد على أي شيء تم في باستهداف مسؤولين إيرانيين أو باستهداف هنية. الحقيقة أنا بحس إن دي شعوب يعني مغيبة إنها تصدق القادة بتاعتها وهي عمالة تطلع كل يوم تقول هنرد والنبي هنرد وحياة خالتي هنرد. لا لا لا. الشعوب العربية والشعوب الشرقية عامة شعوب مغيبة ومنفصلة انفصالا تاما عن قادتها. قادتها يفعلون في الواقع ما يخالف طاولة المفاوضات والهواتف. طب هل حضرتك شايف انه الصحافة العربية باعتبار حضرتك رئيس اتحاد الصحافة العربية قامت بدور جيد تجاه هذا الأمر، تجاه رصد يعني الربط اللي حضرتك عملته ده ربط ذكي جدا وتبادر إلى ذهني، بس لم أكن أتصور أنه في ضيف يعني على طول حيربط الربطة دي، لكن الصحافة بقى رصدت ده بشكل جيد، ربطت ما بين اغتيال إسماعيل هنية على أرض إيران واغتيال إبراهيم رئيسي على أرض إيران،
ربطت ما بين مسألة ان طيارته وهي زيها زي الطيارتين التانيين الاتنين وصلوا بالسلامة ما حدش خد باله ان الراجل ما جاش. حضرتك بالنسبة لمشكلة في الصحافة والمواقع العربية نجد ان تستفيد لا يا أستاذ ناصر حضرتك الصوت بيقطع ممكن تاخد خطوة كده. حضرتك بالنسبة للصحف والمواقع العربية نجد تستمد معظم موادها من القنوات والصحف المسيطرة عليها الإدارة الإسرائيلية ماليا، وإذا كان هناك مراسلين. لا ثانية واحدة، قنوات ايه اللي اسرائيل مسيطرة عليها ماليا؟ لا تعالى معظم القنوات على مستوى العالم وليس الوطن العربي. ايوه يعني القنوات يعني الدولية. الصحافة العربية بتاخد من القنوات الاجنبية اللي اسرائيل مسيطرة عليها ماليا. طبعا نجد ان هو لو حضرتك معظم هذه القنوات هي لا تستمد المادة الرئيسية عن نقلا عن كذا نقلا عن كذا. لكن برضو الصحافة بيبقى عندها قدرة على التحليل مش مجرد انها تستمد مادة. قدرة التحليل بواسطة بعض الضيوف اللي هم متمكنين من الخبر ومن تحليل هذا الخبر ومن ربط الأحداث بعضها ببعض. هناك بعض المفكرين وبعض المحللين متوفرين لدى القنوات والمواقع الإلكترونية. صحيح. نجد ان هي تستطيع ان تفيد القارئ والمشاهد. صحيح. أنا بشكر سعادتك جدا على وجودك معايا أستاذ ناصر. أنا سعيد بحضرتك وتحياتي لضيوفك وتحياتي للسادة المشاهدين. شكرا جزيلا أستاذ ناصر السلموني رئيس اتحاد الصحافة العربية. وأخيرا أترك حضراتكم مع برومو نشرته وزارة الدفاع لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، بتستضيفه مدينة العالمين الجديدة ومطار العالمين الدولي من 3 ل 5 سبتمبر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. وطبعا معرض زي ده من شأنه ان هو يعني البلد الناصح لما يعمل تعرفين العالمين، خلينا اقول لكم مفاجأة عرفتها امبارح. العالمين دي كانت مجرد ارض صحراء رملة ومزلقان في سيمافور خشب تقيلة من هنا وعامل المزلقان ليه قطين خشب كده فوق فوق مكان مرور القطر، حاجة كده زي اللي بنشوفها في الروايات التاريخية يعني. تحولت النهاردة العالمين وكان ما فيش عربيات خالص وكان في أنفار قليلين من الناس، حاجة كده يعني كانت أبعد ما تكون عن العلاقة بالتطور والحضارة. النهاردة ولسنا ببعيدين عن هذا التاريخ، يعني مش شغالين فيها بقالنا 20-30 سنة. النهاردة العالمين بقت مدينة من أكبر مدن السياحة والترفيه في العالم. إذن أنت نقلت المدينة دي نقلة العالم كله بيتكلم عنها. وبعدين لما تعمل بقى معرض خاص بالطيران ومعرض دولي ويبقى في المكان ده، طب هي الناس اللي راح تتفرج على المعرض دي ما هي هتبيت في الأوتيلات، ما هي هتنزل البحر هناك، ما هي هتستمتع بشيء من الترفيه، ما هي هتصرف، ما هي هتشتري. ده شيء رائع جدا. خلينا نشوف التقرير وبعديه فاصل وبعديه يشرفنا ضيفنا في مسألة الطوارئ الصحية، هيكون معنا الأستاذ دكتورة جميلة نصر زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة. اتفضل. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى على أرض مصر، حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة، مدنية، عسكرية، موجهة، بساحة العرض المكشوف
وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية. في جو من الإثارة والتشويق في الفترة من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر 2024 بمطار العالمين الدولي.